الاسم ديالي أسامة بوزمان، عمري 15 عام، حفظت 50 حيط. يعني أسامة تقريبا هذه واحد 5 سنين باش بدا كيقرا، دابا راه واصل صورة القصص. دابا صورة القصص شاركت في مسابقة قمرة، وشاركت مسابقة ينابيع الخير، وجيت أنا الأول. شحال المسابقة؟ يعني تم اختياره في شهر رمضان من طرف الناس الساكنة، يعني كان أحد إقبال، يعني ما شاء الله. ما كان فرح به صراحة، كان فرح 100%. ملي كنشوفو اللي كيقرا القرآن ماشي سهل، خصوصا ملي كيدخل التراويح ديال رمضان. راه هاد الشهر كلشي دوزو التراويح، الجماعة بغاتو. كنت انا اخترت انا باش يصلي في هذا الجامع جوج ركعات، غدا جوج ركعات في هذا الجامع. طيب بغات الامام مكه، الجامع مشيد مكه، بغاو يصلي معاهم الجمعه. خضرته قلت له عجبهم في الصوت ديالو يصلي معنا. ما خررتش انا، هو اش ربي شايت عليا، قال لي انا مريض كاين تقيه في القسم، قال لي بغيت نقرا القران وتتخلى على كل شيء. ما امريد مزيان كنا كنهزوه بحال ما هو، واحد النهار بينا صدته من الدار، كان كيدوز على المعده. راه قلت لي 3 سنين وانا في السويسي، كيقول لي الاطباء بيكرو في المعده، ولكن مع عاودوا السكانير والتحليل وداك الشيء قالوا ما بقى فيه حتى حاجه. وانا مكثر من 15 مره كندي للسويسي، كيدبوا ليه بره، كيعلقوا لي داك الشيء السيرون، كيجي كيقول لي دي ولدي حتى الموعد ديالو حتى الاخير ديالو. اخر سميتو لي ريم، دار لي ريم قال له ما عنده حتى حاجه. والحريق الله تحيد منه الحريق، فهاد نص ديال شعبان ما بقاش عنده الحريق، ولكن حاليا دابا كاع كيبقى يقرع كاع كاع وكيرب اي حاجه ضرب منه كيرب. انا ديما كنصحو يتهلا في القران، وماشي غير القران. دابا راه مشيت تقيت في واحد المدرسه في امامنا فيها سميتو في السلام، كيقراو المواد كلشي. انا بغيت يقرا القران ويقرا كلشي، ماشي غير القران فقط، يقرا المواد كلها. تقول عنده اللغه، يكون يعرف يهضر مع الناس، فهمتي كيفاش؟ يعرف يوصل الناس للقران. هادشي اللي بغيت انا اسامه ديالي. انا كنحلم يكون امام المسجد ولا شي مقرب مغربي. الدراري اللي قدي بغيتهم يحفظوا القران ويديوا في قرايتهم ويديروا داكشي باش نضيف على الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.